أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج درهم وقاية. زي ما بتعرفوا للأسف كلمة السرطان دائما مرتبطة بالحزن أو الذعر الشديد، وحتى رح تلاقوا في ثقافات موجودة ما بتحب تذكر اسم المرض، فتقول ذلك المرض أو المرض الذي لا يذكر اسمه وما شابه ذلك. بنحب نحن هون نحكي إنه بالنهاية سرطان عبارة عن مرض زيه زي باقي الأمراض اللي لازم دائما نعترف بوجودها ونقدر بالأساس نوافق عليها ونقدر نتقبلها، وهذا يعتبر جزء من الحل، لأن الوقوف عند المشكلة بالذات بسرطانات مختلفة مثل سرطان الثدي اللي ذكرناه في الحلقة المسبقة وسرطان القولون اللي حنحكي عنه اليوم، عبارة عن أمراض الوقوف عند حلها أصلا الوقوف عندها تعتبر حل. ومن هون نحب نحن نسلط الضوء أكثر على هذا المرض عشان ناخذ معلومات أكثر من دكتورنا ضيفنا دكتور بشار التميمي، أخصائي الأورام وأمراض الدم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيكي دكتور. في البداية نحن بنحب نسأل طبعا السؤال الأساسي اللي هو ما هو سرطان القولون، وحب نسمع نبذة عن هذا المرض من خلال الفيديو اللي طبعا رح نعرضه خلال حديثك. بالبداية نحكي عن القولون بشكل مبسط، هو عبارة عن من جزء من الأمعاء الغليظة زي ما ممكن هلأ بعد شوي نشوف على الشاشة. نعم. جزء من الأمعاء الغليظة بكون فيه له جزء علوي وجزء سفلي. ممكن. هو بتكون من الجزء العلوي من الأمعاء الغليظة زي ما عم نشوف. نعم. والجزء السفلي بيكون المستقيم. نعم. السرطان اللي ممكن يكون يصاب بالقولون هلأ بعد شوي ممكن نشوف إحنا. أيوة. هون طبعا عم نحكي عن تقسيم القولون. هلا هذه هي الامعاء الغليظه، هون عم نحكي على القولون. هون ممكن هي بدايه تشكل ندبات ونتوءات اللي هي بتشكل ظهور خلايا، هذه هي البدايه بتشكل ظهور بالضبط ظهور خلايا سرطانيه. اوكي. هذه الخلايا السرطانيه بتكون ناتجه عن خلل جيني. نعم. طفره بكون بتشكل الى ظهور هذه الخلايا، هذه الخلايا اللي هي يعني بتكبر بعد فترة وفترة بتشكل أن طبعاً أوردة بتغذيها فبالتالي يعني هون دكتور إحنا لا شايفين هو انقسام الخلايا اللي قلت عنه اللي بيكون غير مسيطر عليه وغير بالزبط منتظم بالزبط. ومن خلاله زي ما تفضلت عم تحكي إنه بيصير عنا الأوعية الدموية اللي بتصير تغذي هاي الخلايا بالزبط. وبالتالي بتنمو أكثر بالضبط، هي فبتنمو أكثر وهي بتسبب اللي هو وجود اللي هو الورم السرطاني اللي هو بحجم كبير. نعم. وهون مثلا عم بيكون ايش انتشار المرض مثلا؟ هو انتشار انتشار المرض بسبب هذه الخلايا اللي هي تغذى من هذه الأوردة فاللي هي بتسوي انقسامات كثيره وكبيره وبصير غير مسيطر عليها، ممكن يعني تنتشر لاجهزه اخرى في الجسم عن طريق المعده والبطن. نعم. عن طريق اللي هو الدم. اوكي. طب دكتور فيما لو نحن عم نسال يعني ايش هي اذا حابين نعرف يعني كميه او مدى انتشار المرض من ناحية سرطان القولون؟ هلا هو سرطان يعني الدراسات أثبتت على إنه هو ثاني أكبر مرض سرطاني منتشر عند الرجال وعند السيدات، عند الرجال بعد سرطان الـ 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 الرئة وما عند البروستات وبعد سرطان، هو ثاني أكبر مرض سرطان منتشر بعد سرطان البروستات. نعم. وعند المرأة ثاني أكبر سرطان منتشر بعد سرطان الثدي. نعم. طب دكتور بما أنه نحن هلأ حكينا عن الـ 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 الأمور اللي بتهمنا من ناحية التعريف، إحنا مسبقا عرفنا أنه بالسرطان هنالك ما يسمى بأسباب السرطان وعندنا ما يسمى بعوامل الخطورة، فبالنسبة لسرطان القولون ما هي الأسباب وما هي عوامل الخطورة؟ هلا نحكي على اسباب، اسباب واضحه ما في شيء مثبت على انه في اسباب واضحه لمرض السرطان، لانه بالنهايه اذا عرفنا السبب بكون يعني حله بسيط جدا يعني لكن يعتبر شيء عام يعني بالضبط. نعم. هلا في عوامل خطوره احنا ممكن نحكي فيها كثير، عوامل خطوره احنا في شيء اساسي، اول شيء ممكن يكون العمر. نعم. العمر فوق سن الخمسين. نعم. هذا بكون في عامل خطوره. شغله ثانيه كمان اللي هي عوامل نحكي بالتاريخ الاسري للعائله. نعم. سواء الاب او الام الدرجه الاولى يعني المقربين بالضبط الدرجه. نعم. الدرجه الاولى. نعم. في عندنا كمان سبب ثالث اللي هي خلل جيني او بالوراثه زي ما شفنا بالفيديو يعني الطفره اللي بتصير بالجين. نعم. نعم. بالضبط. في عندنا كمان اسباب ممكن اللي هي مش اسباب نحكي عوامل بتزيد من هاي اللي هي نظام التغذيه اللي. نعم. موجود عند الشخص المصاب. ايش قصدك دكتور بالتغذيه يعني؟ التغذيه في بعض
المأكولات بتزيد من عوامل الخطورة، مثل اللي هي الدهون، المواد بتكون مشبعة بالدهون، هذه بتزيد من خطورة يعني عوامل بتزيد من إصابة الشخص بمرض السرطان القولون بالضبط. نعم، معناته دكتور يعني بالآخر أي نعم نحن عم نحكي عن عوامل جزء كبير منها ما بنقدر نحن يكون عليها أي نوع من أنواع التدخل أو السيطرة، مثل الوراثية يعني. لكن زي الوراثية مثلا بس لما عم نحكي عن التغذية وأساليب التغذية هذا إشي ممكن أي شخص يعني يقدر يسيطر عليها وينظم حياته على أساسها. أكيد. دكتور زي ما تفضلت حضرتك وذكرت لنا الأسباب، فيما لو إنه المريض صار عنده الأعراض أو ما نسميه بإنه الإشارات التي تعتبر مؤشر لاحتمالية الإصابة بالمرض، إيش هاي الأعراض اللي ممكن نذكرها؟ يعني هي فينا نحكي إنها الأعراض الأساسية ممكن نشوف عندنا إمساك، صعوبة في الإخراج، ألم بطن، وجع، أوجاع، ممكن صداع، ولكن في اللي هو السبب أو خلينا نحكي العارض الأساسي اللي ممكن أنه يشكل خطورة وأنه يكون علامة اللي هو خروج الدم مع البراز. هذه هي يعني أكثر نقطة خطيرة ممكن أنها نكتشف منها أنه وجود فيه سرطان أو لا. اوكي فهمت عليك دكتور. دكتور بالاخر بنرجع بنأكد انه اللي تفضلت فيه عم نحكي عن احتماليه او اشاره او نحكي اشارات بتاكد على او بتشير الى احتماليه المرض، لانه هاي الاعراض ممكن تكون موجوده طبعا مع اي امراض بالزبط. اخرى بالضبط، هو في بيكون تشابه مع امراض اخرى بنفس الاعراض هذه. نعم. فعشان هيك يعني نحن دائما بنأكد انه هاي الاشارات او المؤشرات هي بتخلي الشخص انه يروح يعمل فحوصات بالزبط. دوريه اكثر ويسال الطبيب المختص على اساس يتاكد اذا هي فعلا اعراض للإصابة أو أنها فقط عبارة عن إشارات لأمراض تانية ممكن تشابه في هاي الأعراض. بالزبط. دكتور عندنا هلأ اتصال هاتفي. ألو ألو هلو ألو هلو مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا، مين معي؟ معك زكريا من سوريا. أهلا وسهلا فيك. أهلا، تفضل أستاذ زكريا. الله يسلمك. بس في عندي سؤال للدكتور بخصوص مرض البواسير. تفضل. هلا سمعنا أنه هو مؤشر لسرطان القولون، فهل هذا الكلام مضبوط ولا أنه بس مجرد أنه حكي أو إشاعات بيطلقوها؟ تمام أستاذ زكريا، أكيد هلأ إحنا حنحكي أكتر بهذا الموضوع، ابقى معنا عشان تعرف الجواب، وشكرا على اتصالك. أوكي. إن شاء الله، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور، زي ما سمعنا سؤال من أحد مشاهدينا، ما بالنسبة للبواسير هل هي فعلا مؤشر لسرطان القولون؟ هذا هو السؤال اللي يعني بيسألونا فيه كثير من المرضى. نعم. هو في ممكن هذه النقطة اللي حكيناها قبل شوي أنه في تشابه بالأعراض بين ممكن البواسير أو اللي هي سرطان القولون. احنا عشان هيك بنحكي لازم على المريض اللي بيصاحبه هذه الأعراض ضرورة أنه يروح يشوف أخصائي الجهاز الهضمي أو يتأكد يعني لكي يعني في فحوصات معينة بنقوم فيها عشان يعرف شو المرض اللي عنده إياه أو المصاب فيه في اللي هو بكون مصاب فيه. نعم دكتور، أكيد نحن يا مشاهدينا ما بنحب أي شخص يوصل للمرحلة اللي بوصل فيها وبيقدر يلاحظ على حاله وجود هاي الأعراض، وأكيد كلياتنا بنحب نعرف إيش هي الإجراءات والأساليب اللي ممكن تخلينا نكتشف المشكلة في وقت جدا مبكر. طبعا إذا كنا حابين نسمع الجواب حناخد الجواب من دكتورنا، لكن بعد ما نشاهد هذا الفيديو لمريض اللي هو ناجي من سرطان القولون. كنت أحب وما زلت الرياضة والركض، وكنت أمارسها باستمرار إلى أن أجريت عملية جراحية في القولون وإعادة ترميمه، في حين كان ابني يركض في الماراثون ويقول لي ستتحسن وستشارك في منتصف الماراثون على الأقل، وفعلا سجل اسمي وقبلت. بدأت حكايتي عندما ذهبت للفحص الدوري. إذا أجريت التنظير الدوري فوجدت في أمعائي نتوءات أو ما يسمى بندبات، وأكدت الفحوصات المخبرية أنها خلايا خبيثة، وكان جراحي جريئا وقام باستئصالها وأنقذني ووعدني أن أرجع إلى حياتي الطبيعية خلال 6 أسابيع، وفعلا حصل هذا. حسن الحظ اكتشفت المشكلة مبكرا قبل أن تتفاقم،
مع استمرار المتابعة لستة أشهر تأكدت أني تخلصت من هذه المشكلة. أنا أعلم أن الكثيرين يتكاسلون ولا يقومون بهذه الفحوصات أو يعتبرونها أساليبا صعبة ومؤلمة، وهنا أؤكد أن هذه الإجراءات سهلة ولا يشعر بها المريض، ولكنها مجزية لأنها تنقذ حياتك، فعليك بالكشف المبكر. مشاهدينا، نحن بنقدر ناخذ هاي الحكايه كقدوه، لانه الشخص المعني عباره عن شخص لا يعتبر بصغير من العمر يعني، وعم بيحاول ما يستطيع من جهد انه يحافظ على صحته من ناحيه الرياضه والتغذيه. واهم شيء حكى لنا اياه هذا المريض انه لازم نجري فحوصات دوريه اللي رح تخلينا نوصل لنقطه انه نقدر نقي حالنا من اي مشكله كالكشف المبكر لسرطان القولون. دكتور، هلا بعد ما شفنا هاي الفيديو احنا حابين نعرف انه ايش هي الاساليب والاجراءات اللي لازم يعملها والفحوصات الدوريه اللي لازم يقوم فيها اي شخص عشان يقدر يكشف عن هاي المشكله في مرحله مبكره. هلا احنا نحكي بالبدايه، في عندنا بعد ظهور شوف المريض عنده هذه الاعراض اللي حكيناها سابقا بتوجه لاخصائي. في عندنا ثلاث اساليب اساسيه. ممكن اول شيء ناخذ عينه من البراز عشان نشوف الدم الخفي اللي موجود في البراز. الاسلوب الثاني، في عندنا المنظار الجزئي وفي عندنا المنظار الكلي. بناء كل شخص عنده حاله، بناء على حاله الشخص و الليفل اللي وصلوا له بالحاله في لها يعني اسلوب علاج. دكتور، هلا بالاخر نحن هون ما عم نحكي زي ما قلنا عن علاج، نحن عم نحكي عن طرق الكشف المبكر اللي هي المريض انه اللي مش مصاب بالاساس عم بيروح بيفحص. هاي الثلاث اساليب هي اللي بيستخدمها عشان يقدر يكشف على المشكله المبكره قبل ما يصاب بالمرض. طرق ففيما لو اصاب بالمرض وطلع هذا المريض عنده هاي المشكله، ايش العلاجات المترتبه على هذا الموضوع؟ العلاجات فينا نحكي اول شيء في عندنا علاج شعاعي، في عندنا علاج كيميائي، في عندنا كمان اللي هو المرحله الاخيره ممكن اللي هو الاستئصال الورم. في علاج اخر لكن الدراسات شغاله عليه اللي هو احنا بنستخدم فيه اللي هي هندسه الوراثه الجينيه، اللي هي بس احنا بنتعامل مع الخلايا الخبيثه فقط وما في تاثير على الخلايا اللي هي حميده او خلينا نحكي الخلايا الغير مصابه. فهذا كثير يعني، لكن الاجراءات الدراسات عليها لحد الان باقي يعني. دكتور، بنرجع على نقطه اللي هي الكشف المبكر والثلاث اساليب اللي حكينا عنهم. طبعا في عندنا مشكله انه طبعا هاي الاساليب موجوده عشان نحمي المريض ونقي ونتفادى اي عواقب وخيمه ونهايات حزينه، بس في نقطه انه عندنا المرضى دائما او الاشخاص والافراد عندهم تخوف من القيام بهذه الاساليب، سواء كان فحص الدم الخفي او المنظار الجزئي او الكلي. طبعا التخوف عم بيكون بسبب انه في ظن انه هو مؤلم او انه هو مخيف. فبتقدر تعطينا يعني معلومه اكثر عن هذا الموضوع؟ دائما بنحكي لمرضانا او او الاشخاص اللي بيجوا بس بفحصوا دائما، هلا سواء احنا بناخذ عينه او بنعمل المنظار، بدايه انه ما في الم ولا وما بتاخذ منهم وقت كبير. يعني عمليه بسيطه جدا يعني، ان كان سواء التحليل بناخذ عينه ونحلل شيء بسيط. هلا في حال وجدنا شيء او لم نجد هذا، احنا يعني زي ما شاهدنا هون من احد الامور اللي احنا لما نكتشف المرض في بدايته هذا بيعمل يعني بيقلل من مدة العلاج ومن شفاء يعني شفاء المريض العلاج بيكون طبعاً تقريبا أسرع. كامل. نعم، فهمت عليك. دكتور، هلا نرجع لنقطة التغذية. احنا ذكرنا انه موضوع التغذية هو عامل او ممكن نعتبره طريقة اللي نحن كأفراد لنا دور في تحسينها ونقدر نتدخل فيها او في مجال للمداخلة على الاقل. نحن هلا بنحب انه نوجه سؤال صغير عن معلومة يمكن ما نكون نعرفها لزميلتنا مروة جابر اللي موجودة برا. ألو، مرحبا مروة، كيف حالك؟ أنا شايفتك بمحل كله أخضر، وينك؟ مرحبا ميسون، أنا اليوم بسوق الخضرة، مثل ما أنك شايفة حوالي كتير أصناف، بس الصنف اللي حابة أورجيكم إياه اليوم هو هذا البروكولي. كتير منا بيعرفه بس مو كل اللي بيعرف فوائده. هو من النباتات الغنية بالسلفورافين والإندول اللي لها كتير دور فعال بمحاربة مرض السرطان والوقاية منه كمان، ومثل موضوع حلقتكم اليوم اللي عم يحكي عن سرطان القولون. هذا النوع أكيد الكل بيعرف في عدة أشكال لحتى نعمله، فينا نعمله بسلطة وفينا نعمله على شكل شوربة أو حساء، وهو نوع كتير طيب ومفيد وصحتين وعافية.
ثانك يو يا مروه، وشكرا على هاي المعلومه اللطيفه. دكتور بشار، نحن هلا في النهايه بنحب نسالك جمله او نطلب منك زي ختام بنصيحه لجمهورنا ومشاهدينا بخصوص سرطان القولون. انا اللي بحب بس احكي دائما للمشاهدين انه ضروره الكشف المبكر لاي اذا لاحظنا اي من عوارض اللي ممكن حكينا عنها من امساك او خروج دم مع البراز او من كافه الاعراض، ضروره الكشف المبكر، لانه الكشف المبكر بيساعدنا كثير بمعالجه الحاله باسلوب انجع. نعم. فانا بشجع دائما المشاهدين على انه الفحص المبكر خاصه بعد تقدم العمر لسن 50 ضروري الفحص المبكر. نعم. أعزائي المشاهدين، بنشكر دكتور بشار على حضوره على لهذه الحلقة، وبنحب دائما نختم حلقتنا لبرنامج درهم وقاية بإني أقولكم إنه اجروا الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان القولون، لأنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء. شكرا لك.